عندما تتجمع إيرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادر على صنع المعجزات. الفرنساوية عايزين يهدوا البلد، إحنا هندافع عنها. هي الفكرة أصلا سكناني من زمان جدا، وأنا شاري الرواية دي من سنة 2009 كنت عايز أقدمها، لأن المقولة الحاكمة للرواية اللي مطلعها يوسف إدريس هي اللي جذبتني، وهي أنه في أي زمان عندما تتجمع إيرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادر على صنع المعجزات. هذه المقولة هي اللي وقفتني، شفتها بعيني في 25 يناير، كانت في معجزة حقيقية، كانش في حد متصور أن في ثورة ممكن تحصل على نظام بقاله 30 سنة وبالشكل ده، وحصلت مرة تانية على نظام الإخوان في 30/6. فأنا شفت المعجزتين دول قدام عيني وقريت عنهم في كتاب يوسف إدريس سر الباتع، في الرواية بتاعته أو القصة بتاعته، فلقيت إن فيه يعني في مقاربة بين ما حدث من 200 سنة وما حدث الآن. فهو ده اللي دفعني إن أنا أصريت عليها كل هذه السنين عشان أقدمها، خاصة لما وقعت على تحليل مؤداه انه ليه الاحتلال الفرنسي الوحيد اللي في تاريخ مصر اللي ما قعدش غير 3 سنين. كل الاحتلال في تاريخ مصر قعد بمئات السنين، يعني اقل احتلال كان الانجليز 70 سنه، بعد كده بقى الهكسوس 108 سنه، المماليك والعثمانيين مئات السنين، البطالمه مئات السنين، يعني دايما الاستعمار بيقعد عندنا بيعمر يعني. فليه الفرنسيين بالذات 3 سنين؟ فوصلت النتيجة مؤداها انه الاحتلال الفرنسي هو الاحتلال الوحيد اللي حاول يلعب في الهوية الوطنية، حاول يغير ملامح الشخصية المصرية، اتدخل في حياة المصريين. فهنا عندما تقترب من الهوية الوطنية للمصريين بتحصل استنفار لقرون الاستشعار كده للعقل الجمعي، من غير ما يبقوا حتى محللين، من غير ما يبقوا هم مثقفين وعندهم العمق الفكري، لكن هو بالفطرة عندهم وبالجينات اللي في أجسادهم وأرواحهم بيستنفروا. فلما بيستنفروا بيصنعوا معجزة دائمة. فالمقاربة دي لما فكرت فيها وحصل الاحتلال الإخواني لمصر برضو ما عادش غير سنة، والمقاربة ما بين الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإخواني هي اللي استوقفتني جدا، ان انا لقيت الاحتلالين دول ده ما استمرش غير سنة وده ما استمرش غير 3 سنين، والسبب واحد هو اقتراب الاحتلالين دول من الهوية المصرية، من محاولة تغيير هوية الدولة، محاولة تغيير هوية المصريين، اللعب في ملامح الشخصية المصرية، في عادات وتقاليد المصريين، في ثقافة المصريين، في نمط حياتهم. دول الاحتلالين الوحيدين، الاحتلال الباقي كان بيبقى مستبد وفاسد وينهب الثروات وكل حاجة المصريين يحتملوا، ده بيحتملوه ممكن عشرات السنين، لكن أول ما تقرب بقى من هويتهم الوطنية أو هوية دولتهم أو هوية وطنهم بيستنفروا. فالمقاربة دي هي اللي استوقفتني وخلتني مصر إن أنا أقدم هذه الدراما.